هذا السائل يقول ما رأيكم حفظكم الله في هذه القاعدة: ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه وصار كافرا، وليس كل من وقع في البدعة. هذا كلام ما سمعته أبدا، هذا كلام ما سمعته، هذا من انتحالات بعض طلبة العلم اللي ما تمكنوا من العلم. مش الداعي لهالكلام هذا، مش الداعي للكلام هذا، ما عمرنا سمعنا هذا ولا قرأناه. نعم.